منذ أن بدأ إنتاج أول بئر نفطي في قطر في دخان عام 1940 وتصدير أول شحنة نفط عام 1949، بدأت ملامح قيام مجتمعات واسعة دائمة في تلك الفترة، والتي احتاجت بالطبع إلى المياه والكهرباء لسد احتياجاتها واستخدامها في الصناعة. مر قطاعي الكهرباء والماء بمراحل تطور مختلفة وصولاً إلى العام 2000، ففي هذه السنة أنشئت كهرماء بموجب القانون الأميري رقم 10 من أجل تنظيم بيع الكهرباء والماء للمستهلكين وتأمين حاجة البلاد منها بشكل دائم. ومنذ إنشائها عملت كهرماء كمؤسسة مستقلة وأعطيت شخصية اعتبارية وأديرت على أسس تجارية برأس مال بلغ 8 مليارات ريال قطري. في 30 ديسمبر من عام 2002 وقعت كل من شركة الكهرباء والماء القطرية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء عقداً لنقل ملكية المحطات المملوكة لكهرماء إلى الشركة بموجب البيع لينصب تركيزها على النقل والتوزيع. وضعت كهرماء استراتيجية واضحة، فأبرمت اتفاقيات مزودي الكهرباء والمياه لزيادة الطاقة المنتجة على المدى البعيد، وعملت على بناء قدرات موظفيها من خلال التدريب وتحديث المهارات وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، مما حدا بكهرماء إلى التوسع وافتتاح المزيد من مكاتب الخدمة في أنحاء مختلفة من الدولة. تملك المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء حق الامتياز الحصري كمالك ومشغل وحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في قطر. وتقوم كهرماء بشراء وتوزيع وبيع الكهرباء والماء بما لها من حق في إبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والماء وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، تملك وإنشاء وتشغيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء في دولة قطر، وضع خطط وبرامج تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء، تقديم الخدمات والاستشارات في مجال الأنشطة التي تقوم بها. نحن في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء نهدف إلى الوفاء بالتزامنا عبر توفير احتياجات دولة قطر من الكهرباء والماء بدرجة عالية من الكفاءة والعمل على أسس تجارية، كما أننا نلتزم بالمعايير المحلية والدولية الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة، فلا ننسى أبداً بأننا نقدم خدمة حيوية للجمهور، وأن هدفنا هو خدمتهم بأفضل طريقة والالتزام بالشفافية والأمانة والإيجابية مع جميع المتعاملين معنا.